أصدقائي أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم معنا فيديو جديد على الساتلايت والتركيبات. معنا أخوتي تركيبة جديدة فطلبتوها منا يا أخوتي، فإحنا كنا في نظرنا أصدقائي تركيبة فيها قمر الهسباسات وقمر نيسات وقمر تور. فهاد التركيبة أخوتي زدنا عليها قمر الأوتيسات 5، فالناس كانوا قالوا لنا كي نديرو نزيدو قمر الأوتيسات 5 في هاد التركيبة هادي. فإن شاء الله أخوتي غنعاودها معكم من الأول، نوريكم كي غنديرو، التخطو قمر الهسباسات وقمر الأوتيسات 5 وقمر التور. الصح ديالنا أخوتي فراه هو مثبت على قمر نيسات، فحنا مستعملين المسطرة والقمر الوسط ديالنا هو القمر نيسات. فهاد التركيبة فضروري خص يكون عندك أصدقائي تبصيل كبير، فهادي أول حاجة. فخص الناس اللي في الشمال فخص التبصيل يكون عندهم من 90 وانت طالع الفوق، الناس اللي في الوسط من 110 وانت طالع تقدر مترو، ولكن غتلقى المشكل فقط في القمر الهسباسات الاشاره ديالو غتكون شويه ضعيفه، اما القمر الاوتيسات 5 وقمر التور فغتشد الاشاره فيهم قويه. دائما قبل ما دير هاد التركيبه هادي فشوف التغطيه ديال القمر واش كتوصلك ولا لا، باش ماشي حتى دير التركيبه وتقول لي راني ما شديتش الاشاره عليهم. خوت ان شاء الله غندوزو حنا وياكم نركبوا المسطره ديالنا ونوريكم كي غنديروا التخط هذا الاخضر ونعطيكم ضروري اقوى تردد. اصدقائي ما نساش دير معاك واحد اللايك، الا ما كنتش مشترك شارك في القناه وفعل زر الجرس باش دائما توصل بالجديد. اصدقائي مرحبا بكم، فاحنا رجعنا لكم. فاول حاجه اخوتي نركبوا المسطره ديالنا كما كتشاهدوا ونخليوها مرخوفه باش الا بغينا نهبطوا ونطلعوا. فاول قمر اخوتي غنلتقطوا فهو قمر الهسباسات، وقمر الهسباسات اخوتي فغنديروا هنا الفوق فوق المسطره. علاش بغيت نديروا هنا الفوق؟ باش المسطره اصدقائي ما نهبطهاش بزاف باش نشد القمر الاوتيسات 5 وقمر التور. في حالة ما عليت المسطره ودرت القمر هنا فهاد الاقمار ما غنشدوهمش، لهذا فحنايا كما قلت لكم غنديروا القمر ديالنا من الفوق. فدابا غندوز نعطيكم اقوى تردد ديال القمر الهسباسات كما كتشاهدوا. فاحنا اول قمر معنا هو قمر نيسات، القمر الوسيط ديالنا مشيو القمر الهسباسات، نستعملوا تردد ديال القنوات 11 سبور اللي هو هذا خوتي 12398، القطبية غتكون افقي حرف اش اوريزونتال، التلاميذ غيكون 27500. نعاود لكم التردد 12398، القطبية غتكون افقي حرف اش اوريزونتال، التلاميذ غيكون 27500. فندخلوا الاعدادات ديال الجهاز ديالنا، من بعد خوتي نحيدوا الكابل اللي شادين به قمر نيسات، راه كاين شويه ديال البرد هاد النهار اخوتي، الله يرحمنا بشي الشواء. فغنشدو اصدقائي المسطره اول حاجه نعليوها واحد شويه الفوق فقط واحد شويه، من بعد نشدو اللاقط ونبقاو نحركوه بلاتي تنشوفو فين غتظهر معنا الاشاره. هيا اصدقائي الاشاره ظهرت معايا كما شفتو، فانا المسطره معليتهاش بزاف، فالبلاصه خوتي اللي شد فيها الاشاره غنزيد نعلي المسطره شويه، عندي 82 فاذا عندي هنا الاشاره. فغنقلب داك البولون ديالي، ومن الاحسن اخوتي تستعمل رونديلا من التحت ورونديلا من الفوق باش من تزير اللاقط ما يبقاش يدور. فانا عندي هنا الاشاره غندير اللاقط ديالي ها هي 82 ونزير، وديك الساعات نعدل نحاول نحرك شويه اللاقط ندورو حتى تزاد معايا الاشاره مزيان. فدابا نعلي المسطره فين شديت الاشاره مزيان 82، اذا عندي هنا اعلى اشاره. فغنزير المسطره هي الاولى ونفيكسيها مزيان باش ما تبقاش تهبط وتطلع. هذاكشي علاش خوتي قلت نديرو هنا الفوق باش كيما شفتو، فهنا المسطره ما هبطاتليش بزاف، وهنا اقمار اصدقائي الاخرى اللي غتجي في الشرق فهي ما بعيداش بزاف وما كنهبطوش بزاف في التبصير. فغنزير اللاقط ديالي حتى هو، نولي الرد غير بلاتي 82. دابا غندور اللاقط شويه ونشوف كما شاهدتو 84، يعني دابا على اشاره اللي شاده في قمر الهسباسات هي 84. فغنزير اللاقط ديالي من هاد البولونات اللي عندي الفوق. فطريقة اصدقائي صنع المسطره فغنخليها لكم في صندوق الوصف، وعلامة الاي غتلقى الفيديو تما كاين تفرج فيه
فكما شاهدتم معايا هي الإشارة أصدقائي 84. نشوفوا أصدقائي القنوات، وبالأخص القنوات الأبرتيس الإسبانية اللي كتتواجد على هذا القمر هذا، فغنمشيو ليهم. فالقنوات أصدقائي الميلتي ستريم الأبرتيس اللي كتتواجد على هذا القمر هذا، فهي فقط خصيصا كتفتح على الأجهزة اللي فيهم الفوريفر حاليا. كما شاهدتوا أصدقائي هي 76 72 على القنوات الإسبانية. دابا خوتي غندوزو لتغطو قمر التور وعاد نزيدو الاتساس 5. فغنمشيو لقمر التور نعطيكم أقوى تردد اللي كنستعملوه. ها هو غنستعملو أصدقائي هاد الفريكونس هذا. نكبل لكم أصدقائي الفاندر. الناس اللي كيسولوني على الفاندر فغتمشي غتلقى الزر اللي مكتوبة في انفو وتضغط عليه 3 مرات وغدار معاك هادي. التردد ديالنا اللي غنستعملو فهو 12 لـ 14. القطبية غتكون أفقي حرف اش اريزونتال. ترميز أصدقائي غيكون 30000. ندخلو البارامتر ديالنا، من بعد نحيدو الكابلي اللي شادين به الهيسباساس. فدابا حنا اصدقائي راه حنا التقطنا قمر نيسات وقمر الهيسباساس. فدابا غنوريكم كي غنديرو التقطو التور. فغنشدو اللاقيت ديالنا من اخوتي ونديو على يدينا باليسر من كنا نشوفو في التبصيل. فغنحركو غير بلاتي، هيا الإشارة بدات كظهر، هي 91. يعني عندي هنايا في هاد التقبة أصدقائي الإشارة قوية. فغندور البولون ديالي يشوف الفوق، وكما قلت لكم من الأحسن تستعمل رونديلا الفوق ورونديلا لتحت. نولي الرجعة، هيا أصدقائي الإشارة 86 90. غنزير أصدقائي اللاقيت ديالي هو الأول، وكما قلت لكم فهاديك الساعات من زيرو حاول تدور باش واش زاد معاك الاشاره ولا لا. هيا اصدقائي الاشاره 91. فغتلقى واحد البالونات لتحت فتاهما زيرهم. فدابا حنا خوتي زدنا قمر التور على التركيبه ديالنا. دابا باقي لنا القمر الاتساس 5، ولكن قبل ما نشوفوا القمر الاتساس 5 فغنشوفوا اصدقائي القنوات، وبالاخص قنوات دي جي سبور، لان الاغلبيه الناس كيسولونا على هذه القنوات هذو على هذا القمر. نديروا الشيرش، نكتبوا دي جي دي اي، نمشيو نزيدوا جي، هيا ديجي سبور 1. نشوفو ديجي سبور 4 لان هي كتكون الاشاره ديالها ضعيفه. كما شفتوا اصدقائي ديجي سبور 4 فشد فيها 64. نشوفو ديجي سبور 1 شحال فيها خوتي، ففيها 82. فهنا غتحاول اصدقائي تزيد دور شويه اللاقيط وتشوف واش زاد معاك الاشاره على الترددات هذه ولا لا. فغنعطيكم اصدقائي اقوى تردد ديال القمر الاتساس 5. غنستعملو اصدقائي هاد الفريكونس هذا ريكول، غنستعملو هاد التردد هذا. فهذا يعتبر من اقوى الترددات على القمر الاتساس 5 اللي هو 12648. القطبية غتكون فيرتيكال عمودي حرف في، الترميز غيكون 29500. فهنا خوتي فغنستعملو هاد اللاقيط هذا. فاللاقيط انا راني معدل عليه كما قلت لكم، لان المسافة ما بين القمر الاتساس 5 والنايسات فكتبعد فقط 2 ديال الدرجات. فضروري خوتي فخصنا نشدو اللاقيط ونعدلو عليه كما كتشاهدو، فغتحيدلو الغشا ديالو، وهنا في الحلقات فغتنقص منه باش هنا خوتي، لان ملي كيكونو دوك الحلقات اللي ما كيكون كبير ما غتقدش تلتقطهم بجوج، لهذا فكنقصو منه باش هذا كيدخلنا مع قمر نايسات واحد شويه وكتشد الاشاره. فدابا اصدقائي غندوزو نحيد الكابلي ديالي اللي في قمر التور. فالاغلبيه ديال الناس خوتي فاللي كتكون عندهم كما كنقولوا التغطيه شويه ضعيفه، فضروري خصك دير هذا التعديل هذا. اما انا عندي التغطيه قويه فنقدر نستعمل فقط اللاقيط ديال بلاك انفيرتو او اي لاقيط، وغندير مع قمر نيسات وغنشدو. فغنوريكم خوتي فغتجي وغتلصقوا مع القمر نيسات نيشان. كما شاهدتوا خوتي فهي الاشاره 91.
فهنا غنستعملوا فقط السكوتش، غنسكوتشيهم بجوج، او غدير السلك ديال الضو او ديال السلك ديال لاطاش وتزير مزيان. فانا غنزير خوتي كما شاهدتوا معايا، لان المسافه قريبه بزاف ما تقدرش دير لاقيط كبير. فانا غنزير وديك الساعات كما شاهدتوا هاي الاشاره كتجي وتمشي. فاني زيرت اصدقائي دابا الكابل ديالي كما كتشهدوا الاشاره 91 لا التردد. فغنخرجوا ونشوفوا اصدقائي القنوات الملتي ستريم اللي كاينين على القمر الاتيسات 5، نشوفوا القنوات الفرنسيه فهي الاشاره فيهم مخدامين، فالتردد اللي هو 12648 فيرتيكال 21500، ونشوفوا الفريكونس الثاني اللي في قناه تي اف ا، فهذا الاغلبيه ديال الناس ما كيبغيش يشد لهم اللي هو 12732 القطبيه فيرتيكال 29500. فدابا كما شاهدتوا معايا اخوتي فالاشاره اللي شديتها قويه على القمر اتيسات 5. فغنوريكم كيجا كما شاهدتوا معايا فرجاي لاصق معاه، لهذا فضروري خصك تعدل عليه اخوتي. فهذه هي التركيبه اللي كانت معنا، قمر الهسباسات، قمر النايسات، وكذلك قمر اتيسات 5 اللي كتوجد عليه قنوات الملتي ستريم وقمر تور. متنساش دير معاك واحد اللايك، الا ما كنتش شارك شارك في القناه وفعل زر الجرس باش دائما توصل بجديد. خذ تهلاو في راسكم، انتظرونا في فيديو جديد وتركيبه اخرى.